ومعنا مشاهدينا من العمارة بمحافظة ميسان الناشط البيئي أحمد صالح نعمة الملقب بحارس الأهوار. أستاذ أحمد أهلا بك، شكرا جزيلا لوجودك معنا في هذه النشرة، وشكرا لحراستك للأهوار هذه الفترة الطويلة. خلال متابعتك لهذا الملف، يعني هل هناك من مشاريع علمية تكنولوجية يعني معاصرة حاولت أن تتعاطى مع مشكلة الجفاف في الأهوار؟ لماذا فشلت إذا كان هناك للأسف مشاريع من هذا القبيل؟ للأسف يعني توجد بعض المشاريع الخجلة والتي لا تعدو سوى أنها مشاريع إعلامية وليست واقعية على أرض الواقع، تأتي أكلها من الناحية العملية. يعني للأسف أصحاب القرار وإن كانوا يستأنسون بالرأي مع الناشطين أو مع المهتمين بهذا المجال، إلا أنهم يأتون بأجندات معينة للتنفيذ، ولكن يعني تعد بعيدة كل البعد عن الواقع وعن الاحتياج الفعلي. وأذكر منها ما تفضلت به وزارة البيئة من مشروع دعم سكان هور الحويدة بمشاريع محطات تحلية المياه. يا سيدي، أبلغناهم كثيرا في الاجتماعات مع سيد الوزير والاجتماعات مع الوكلاء، كثيرا أبلغنا أن الاحتياج الأول هو ليس تنقية مياه الشرب، يعني بل هو توفير المياه للهور ليبقى الهور حيا، لأنه الهور هو عبارة عن تنوع بيولوجي كبير جدا. أما مياه الشرب فهي تأتي بالبيع والشراء، يعني أمرها يسير جدا. نعم، عدا الخلاف العراقي التركي الإيراني بخصوص تقاسم المياه، اللي عادة الحكومة الوزارات المختصة تحيل هذه المشاكل في الأهوار لهذا السبب بدرجة رئيسية، هل تعتقد أن هناك خللا ما في إدارة الموارد المائية بالأهوار ارتكبته الحكومة العراقية سواء كان الحالية أو السابقة، يعني أو أن هناك مثلا خلل برلماني في تشريعات تخدم حل هذه المشكلة؟ سوء إدارة ملف المياه بالعراق هو الدرجة الأولى الذي يعاني منه التدهور العراقي داخل البلد. يعني خزننا ما يكفي لثلاث سنين منذ عام 2019، منذ فيضان 2019، إلا أن إدارة ملف المياه الغير عادلة أهدرت الكميات كبيرة جدا من المياه باتجاه صد اللسان الملحي في البصرة أو باتجاه زراعة الشلب في المحافظات التي تزرع الرز أو في اتجاهات أخرى. للأسف لم يكن هناك رادع حكومي للتجاوزات على قناة البدعة بين البصرة والناصرية، على نهر الفرات، على نهر دجلة، على الكثير، ولم تعمد الحكومة إلى مفهوم الخطر الاستراتيجي، يعني التنبؤ والاستشراف للخطأ الاستراتيجي، الخطر الاستراتيجي القادم. من هذا العام احنا مررنا بعام 2017 جفاف قاسي جدا على العراق، والآن نمر بأقصى جفاف منذ 100 عام، ولكن لم تتخذ الحكومة إجراءات استباقية للحد منها. للأسف خسرنا 50% من الزراعة دون جدوى، يعني خسرنا 50%. كان من المفروض أنه المياه التي كانت تروي 50% من الأراضي الزراعية كان تكفي للترشيد للاستهلاك الحيواني والنباتي واستهلاك البيولوجي الموجود بالطبيعة، ناهيك عن الاستهلاك البشري، نحن لا نصل إلى خطر الاستهلاك البشري، ولكن وصلنا إلى حد أنه لم يبقى من الخزين العراقي سوى 4 أشهر. 4 أشهر يا سيدي إلى شهر 12، إن لم تعمد الحكومة العراقية إلى إنقاذ ما تبقى من هذا العام بحل دبلوماسي سريع مع تركيا، يعني سنكون بأزمة بشرية حقيقية وليس أي أزمة بيولوجية من ناحية النبات والحيوان والحشرات. نعم، برأيك ما هو حجم الخسائر؟ يعني نقول كم بالمئة من الأهوار يعني فقدت حياتها وحيويتها، كم بقي نسبة المتضرر مما بقي؟ أوضح لنا هذه الصورة لو سمحت. أعلنها من خلال الحرة، محافظة ميسان خسرت أهوارها بنسبة 100%، لا وجود لسنتيمتر واحد يعد من الأهوار سنتيمتر واحد. أما الناصرية فخسرت أكثر من 60-70%، وكذلك البصرة. المحافظات الجنوبية هي المحافظات الأكثر تضررا كونها تقع في منطقة المصب، في نهاية المصب، في أذناب الأهوار، في أذناب الأنهار. وخسرنا قطعان من الجاموس كثيرة جدا، خسرنا وظائف لأبناء الأهوار كثيرة جدا،
نحن مقبلون بل بدأنا بعملية تغيير ديموغرافي، بات أبناء الأهوار يرتحلون إلى القرى والمدن القريبة، وهذا يشكل خطر عليهم وعلى أبناء المدن على اعتبار أنه سيكون هنالك نوع من المزاحمة على العمل والوظائف، ويعني الخلاف بالطبائع الاجتماعية والثقافات، وهذا بالتالي أمر سيء. إذن من العمارة بمحافظة ميسان الناشط البيئي أحمد صالح نعمة الملقب بحارس الأهوار، شكرا جزيلا لك.